بلا ما يضل العم حسن لحاله. استني شوي، لإمتى رح تضلي عم تهربي مني؟ ما عم بهرب ولا شي. وشو هالتصرفات؟ كل مرة منكون فيها لحالنا بتلاقي أي حجة لتهربي. أنت كتير زودتيها وأنا ما عاد خليكي تهربي. ما بدي أسمع أي حجة. أنت ليش رفضتي الطلاق؟ من حقي أعرف شو هو السبب الحقيقي. ليش رفضتي الطلاق؟ ليش بآخر لحظة؟ ولا لتكوني وقعتي بحبه الأمير؟ يلا جاوبيني بسرعة، أنتي وقعتي بحبه الأمير؟ يلا احكي لتضلي ساكتة. ما رح جاوب. انا متأكد انه في سبب خلاكي ترفضي الطلاق. بعرف في سبب تاني ما عم تحكي. لا قلت لك بس مشان يجيت. عن جد بس من شاني جيت؟ هو السبب الوحيد وما في شي تاني؟ هو كتير رح يزعل لأنه تعود علي. بس ما رح تروحي على آخر الدنيا، فيك تيجي دائما وتشوفي، وهو كمان. في شي تاني؟ متأكد إنك عم تخبي عني. أنت ليش مصر كل هالقد؟ ليش ما عم تقبل تصدقني؟ لأنه لوقت المحكمة كنتي مصرة على الطلاق، ويجيت موجود دائما، ما تحججتي فيه. شو يلي تغير هلا؟ قول بيري بنتي، قول بيري. أنا لازم شوف العم حسن. قول بيري بنتي، انت منيحة؟ تفضل عمي حسن، شو لازمك؟ بس كان بدي اياكي تقيسي لي ضغطي بنتي. صاير معك شي؟ عن جد متأكدة انك منيحة؟ بترجاك لا تواخذني بس شاركت شوي. شو كان بدك؟ ممكن تقيسي لي ضغطي ولا مشغولة؟ تكرم، يلا فورا. ابني خلص دوا الضغط يلي عندي، اذا ما فيها عذاب الك بتروح بتشتري لي اياه؟ ماشي عمي حسن، من نفس الصيدليه؟ ايه ابني، والصيدلي بيعرف دوايي. خير إن شاء الله. شو صاير بينك وبين أمير؟ اتنيناتكم مالكن على بعضكن اليوم. سألني ليش غيرت رأيي بخصوص الطلاق؟ ايه، ليش برأيك مو طبيعي يكون حابب يعرف؟
أهلين فيك ابني، لا تواخذني عزبتك معي. العفو هذا واجبي. عود لا توقف. قبل شوي جول بيري راحت من هون، طبعا ما كان بدها تروح لتطمن علي، قلت لها تستناك بس من بعد جلسة المحكمة عم تهرب مني. مو كل شي بينقال بهي الدنيا، أحيانا لازم نضل ساكتين. مولانا قال كلام القلب بينقال بالسكوت، وانت لا تضغط عليها كتير ابني، بدل ما تخليها تحكي حاول تحس. اذا انت حاولت تحس باللي جواتها بتسمع الجواب من سكوتها بلا ما تحكي.